عموما مليون مبروك لغزل المحله، البقاء بصعوبه شديده جدا في الدوري الممتاز هذا الموسم. معانا عبر الهاتف الان الكابتن مصطفى عبده المدير الفني لغزل المحله. مليون مبروك يا كابتن، مهمه صعبه زي ما بيقولوا كده، مهمه مستحيله، ونجحت في النهايه وبقى غزل المحله في الدوري الممتاز. تحياتي ليك كريم، الله يبارك فيك. الحمد لله بقى غزل المحله في الدوري الممتاز، دوري المحترفين، في موقف صعب جدا. تولينا المسؤوليه بعد تأهلات الدور الاول بسكواد كان فيه كتير من الغيابات، كتير من الاصابات، ما فيش تدعيمات في بعض الاماكن الكثيره، ناس كتير ما كانتش عارفه الحاجات دي. لعيبه كتير غابت عنك زي محمد فتح الله، غاب عننا 12 او 13 مباراه عشان التجنيد. موقف متأزم جدا. لعيبه النهارده بتلعب وهي مصابه، بشكرهم النهارده على 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 روحهم الجميله وان هم اتحملوا كتير النهارده على نفسهم عشان خاطر فرقتهم، زي معاذ وزي شبراوي وزي بلحه وعبده يحيى اللي فرحه بكره وجاي موجود النهارده مع فرقته. يلا بكره ينبسط اكتر، بكره ينبسط. فالحمد لله يعني لعيبه ادت برجوله، عندك نقط عدد كبير جدا بس الحمد لله يعني. طيب كابتن مصطفى، انا بحب الحاجات الدراميه. النهارده في 20 دقيقة أنت واقف فيهم على الدكة بره، 20 دقيقة بقول يا رب ما تخليني مكان الكابتن مصطفى عبده. احكي لي ال 20 دقيقة دول حصل فيهم إيه بعد هدف التعادل؟ فعلا وقت صعب جدا، بس زي ما قلت لك اللي يشتغل في مهنة الكورة لازم يتحمل الضغوطات دي كلها. ضغوطات تتحملها، لو أنت مش قادر تتحملها روح شوف شغلانة تانية. يعني لا، إحنا هنتحملها بشكل كويس. كان موقف لا يحصل عليه. الفريق كنا متقدمين 1-0، جه الاتحاد السكندري اتعادل بعديها. الموقف تأذن، نتائج غير متوقعه طبعا للجونه وحاجات جميله بتحصل في الماتشات الاخيره دي. والله يا كابتن مصطفى معلش، يعني انا عايز اقول لك حاجه، انا في الظروف اللي زي دي بقول ايه؟ بقول عديها، عشان كله بيقعد يرمي على، يعني النهارده برضو ايه، قعدوا يرموا شويه على غزل المحله. انا فاكر على مباراه غزل المحله والاتحاد وشفتها عاديه جدا، ما شفتش اي حاجه. فهتلاقي كل الناس مش مرتاحه للي بيحصل، بس ده بيحصل على فكره في كل الاماكن في العالم. دايما الاسابيع الاخيره تلاقي الناس كلها شاكه في بعض، كله شاكك في بعضه. والله احنا بنتكلم على نفسنا الاول بس كده، بالظبط كده، نتيجه ايجابيه. بالظبط كده، كنا مركزين على 3 نقاط، حتى في مباراه فاركو اللي قبلها كنا مركزين على 3 نقاط. صحيح. بس الحمد لله يعني مهما كان طلعت النقطه ايجابيه، تحملنا الضغوطات اللي كانت موجود فيها الفرقه، نقص العدد اللي كان موجود، عدم التدعيمات في يناير، لان احنا جينا كان الانتقالات يناير انتهت. انت بتلعب كامل، ما عندكش مهاجم واحد هو عبد الرحيم، وعندك احمد منيم اصابه مصيره 3 شهور، ما مش خالص مع الفريق. ما عندكش مهاجم تاني خالص. المساكين ما عندكش دخان الثاني ومعاذ، بس هم دول اللي موجودين. صحيح. فانت بتلعب الدور الثاني بنقص عدد الدور الثاني، النهارده بيلعب ناشئ، عندك عبد القادر مساك مكان معاذ. ظروف صعبه جدا بتتحط فيها، والضغوطات النفسيه اللي على اللعيبه، بس بروح كويسه قدرت تحقق المطلوب اللي انت بتوقعه في الدوري الممتاز. نلم اوراقنا ان شاء الله، ان شاء الله الموسم الجديد بشكل كويس، بحيث انك ما تتحطش في الموقف ده تاني. حضرتك مكمل مع الفريق الموسم اللي جاي؟ ان شاء الله هيبقى في جلسه ان شاء الله مع مجلس الاداره ونحدد ايه على حسب التقرير اللي هيتعمل. طيب حطيت تصورات لصفقات للموسم الجديد، او الغزل المحله اتحرك في صفقات جديده؟ هنحط التقرير الاول للعيبه اللي مستمره مع الفريق، دي اول نقطه. هنحط تقرير اللي انت محتاجها، العناصر اللي انت محتاجها تكون مستواها تقريبا، ما يتحطش مواقف صعبه بعد كده. هقدم التقرير ده كله لمجلس الاداره وبعدين نناقشه. طيب هشام عادل وعبده يحيى ومحمد فتح الله، مين فيهم مكمل مع غزل المحله؟ الثلاثه اللي لنا عقودهم مستمره مع الفريق، فما فيش حد جاله عرض رسمي خالص الى الان. امرهم موكل لمجلس الاداره، هم اللي هيحددوا بقى اذا كان في عروض فعليه وجديه للعيبه ولا ما فيش. صحيح. اعتقد ان الى الان ما فيش اي عرض رسمي لاي لعيب. كابتن مصطفى عبده المدير الفني لغزل المحله، بهنيك على بقاء غزل المحله في الدوري الممتاز، وبشكرك شكرا جزيلا.